وأفاد وزير الإعلام بأن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر من القرارات ما يلي: أولا، الموافقة على التعديلين اللذين تما على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي. ثانيا، الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومتي المملكة وجمهورية السودان. ثالثا، الموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا لجمهورية أندونيسيا. رابعا، الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء. خامسا، الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية. سادسا، إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للتجارة الخارجية. سابعا، الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية. ثامنا، الموافقة على الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور. تاسعا، وافق مجلس الوزراء على ترقية للمرتبتين 15 و14 على النحو التالي: 1، ترقية حسن بن عبدو بن حسين العديقي إلى وظيفة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بالمرتبة 15 بإمارة منطقة نجران. ترقية رشيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الحقباني إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة 15 بوزارة المالية. 3، ترقية سمو الأمير بندر بن عبد العزيز بن عياف المجرن إلى وظيفة مستشار للشؤون النقل بالمرتبة 15 بوزارة النقل. 4، ترقية جابر بن علي بن عزيز القرني إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطنية. 5، ترقية أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الدوخي إلى وظيفة مدير عام للشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة 14 بالمديرية العامة للحرس الحدود. واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.